الان ما شاء الله بعد فتره طويله يعني دامت ان التطور اللي حصل الجزء الحديد بتاع البريدج هو ده الجسر اللي كان موجود على الارض هنا الاول، رفعوه هو على عاملين عمود خرساني اهو، خلينا نقرب عليه، في عمود خرسانه اهو، فين ده اللي كمل ده العمود الخرساني دون اهو، ده عمود وفي عمود تاني اهو، فين هو ده، هو طبعا العمود نفسه خرسانه لكن القاعده بتاعته فوق ستيل يعني. طبعا الجسر ده كله البريدج دون والكوبري ده ستيل ستراكشر يعني ستيل تراسس، خد بالك، فهم عاملين كوبري اهو، الفتحه اللي كانت موجوده زمان بنصورها شبك فيها الكوبري اهو البريدج، بحيث الناس تطلع من السلم ده، السلم اللي هنا في سلم كهرباء، ده اتنين سلم كهرباء وفي اسانسير يطلعوا ويعدوا على الكوبري البريدج ده ويخشوا على المحطه على طول. طبعا ده كل ده هيتقفل وعشان هيبقى مكيف، وطبعا زي ما قلنا هيبقى هنا ورا خالص بعيد هنا هيبقى في الباركنج خاص بالمواقف دي وخاص بالمشروع بتاع الواحد الملك سلمان اللي في نفس المنطقة يعني، حتى المحطة دي هتسمى محطة الواحة واحة الملك سلمان. وزي ما احنا شايفين كده المحطة تقريبا انتهت، شبه انتهت، شوية فينيشنج بسيطة كده او تشطيبات، وادي المحطة زي ما احنا شايفين لسه الجزء الصغير دون يقفلوا برضك، وادي زي ما احنا شايفين ادي المحطة مع ايه، مع الكوبري البريدج اللي هيعدي يربط المحطة بالسلم ده اللي في المنطقة دي يعدي الشارع يعني. وحطوا كمان هنا حدود للمسموح بيها الارتفاع 5.5 متر، 5 متر ونص مسموح بيها